وين الى مادنا. مادنا اللي راحين تعرفوها الان تعرفوا وجهي هذه يا مادنا وين متواجده بالتحديد في مدينه حاسي الدلاعه بولايه الاغواط جنوب ولايه الاغواط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحبايب، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. رحلتنا نهار اليوم كانت الانطلاقه من مدينه الاغواط باتجاه حاسي الدلاع، المدينه التي تقع جنوب عاصمه الولايه، وخصيصا ذهبنا الى مدينه حاسي الدلاع لزياره منطقه او مكان مهم جدا اللي هو الفوهه النيزكيه لمادن. فوهة نيزكية عمرها 3 مليون سنة، وباقي تفاصيل لمعرفتها ستجدونها إن شاء الله في الفيديو. ابقوا مع الفيديو ومشاهدة ممتعة إن شاء الله، وما تنسوش الاشتراك. سلام. هالطريق اللي كنا فيه تمشي واحد من 10 كيلو ل 15 كيلو على مدينة حاسي الدلاعة، ومن بعدها تدخل بهذا الطريق يا بابا. مع المشي هذا يا وكل مرة الواحد راهو يطلع الفوق، واش لازمنا نديرو؟ لازم نلحو الكاسكيطة ونديرو الحكاية الأسطورية. من الشبكة هاي البلاصة اللي رانا فيها دركا كيما هاك مبدئيا رانا مشينا واحد من 10 ل 15 كيلو، ممكن 15 كيلو لمين هكاك. لازم لك الحفاية الشاش يا بابا الشاش. واحد الريح يضرب مع القبار. تبدا تمشي ان توصل للجعبه تاع الغاز. عندك واحد اخر سيمي من هنا جاي ولا كامل. هذه البايب، هذه الانابيب الغاز، انابيب الغاز هذه راها خارجه. هذه الانابيب اللي راكم تشوفوا فيها هذه انابيب الغاز، راها خارجه من حاسي رمل ومتوجهه الى سوكيكيدا، ومن سوكيكيدا الى ايطاليا. كاينه من جعبه. ايوا هذوك منين؟ منا. كاينه واحد راه وين واحد اخر جاي من هنا. هاك طاير وجب. دوكا نمشيو منا. تخرج شويه برك. وتعاود تحكم الطريق هذا. خرجنا منا عقبنا منا. هي الطريق. هيا كاين سوق. وخالي كاينه و فارقه وقيله. هذا شغل هذا عباك هذا يتعمر بالماء. البلاصه هذه اللي رانا متواجدين فيها رانا في واد زقرير. واد زقرير لقينا هذا الجب، هذا اللي راكم تشوفوا فيه هذا جب يجي في هذه المنطقه، هذه اللي اسمها الضاي، هذا المنخفض. الماء كيجي كي تصب المطر الماء يهبط من هي من هذاك البلاصه، هذه البلاصه اللي يتجمع فيها الماء. هذه البلاصه نقولوا لها الضاي. احنا الضايع هنا هذه المنطقة، هذه البلاصة اللي رانا فيها هنا راها محفورة لتحت، راها العمق نتاعها حوالي من 5 إلى 6 أمتار حتى 10 أمتار طول العمق نتاعها. وهنايا هذاك البير الجب هذايا يبداو يجبدوا الماء بدلوا ياخذوا به صوالحهم الماء هذايا. نحاولوا نطلعوا هنايا نشوفوها. عندك
اي ظلمة هو باهي مش اي هسه انا شعلها هسه ما تبانش هسه انا بالك يبان اللي يقطر زين جرب ها نجرب هسه شنو هذا ها البلاصة اللي رانا فيه اه وباين ها شتوها اي باين لك شو هو باين ها صاحبي راني نشوف تراك تشوفه والله ما نشوف فيه تراك تشوفه سلام يا ربي يهديك والله ما نخدم شوفي بلاصتي يقول لي باهي حذر فطمة ها انا والله ما نشوف فيها صاحبي قال لي عنده عين تاع ايفون كذا انا عندي ازع عندي عين تاع ادوس سيكونت 3 جي بي العدسة مكان ها البلاصه اللي رانا فيها عند البطمه سبحان الله يعني في وقت من الاوقات وهذيك الدار اللي رانا عندها هذيك الدار هذا الجب راه مبني في وقت الحقبه الاستعماريه وبالتحديد في سنه 1905 وهذه بعض المعلومات عندك شو يقولوا تالمزان هذه بعض المعلومات على هذا الجب هذا اي فيها واحد 4 متر راعد كي تبان شوي حوالي 4 امتار والدار هذه اللي نتكلموا عليها هذه تعتبر منزل العساس ولا حارس الجب هذا حارس الجب اللي كان المنزل تاعه في هذا المكان بالتحديد والحاجه المميزه هي الشريعة هذه اللي تعلم هنا يا هذه البلاصة لساقي المواشي معنى الماشية تجي منه ومنه في الجانبين ويتعمر هذا الحاسي هنا يا شوف الطريقة الماء يجي يهبط هنا منه في ذي الجانب وهذا الجانب هذه هنا يا قصيرة عندك الجهة هذه اللي منه تجيب الماء منه بالدلو وتفرغ هنا ويهبط يمشي يتعمر هذا المكان وتسقي المواشي شوف هنا الحجارة هذه كيفاش دايرة سبحان الله معنا كي نقولوا 1900 من الاستغلال لهون مبارك شوفوا شحال عندها من سنة ومازالت محافظة على على البنية نتاعها سبحان الله شوف السقف كيفاش راه داير عنده احجار طينيه من الماء شنو كيف كانت تاعها منهاره السقف راه طاح هنا وي بعد ما توقفنا شويه في واد زقريق وعند هذا الجب رانا متوجهين الان ونكملوا الطريق ان شاء الله نحو مال يضين وسمنت الاستغلال ولينا اديب لنا ترجشنا للغرمان ولينت سبحان الله سبحان الله سبحان الله يتما يتما البلدان الياضين وسمنت تقدر تقول هنايا رسميا رانا في ماد عندك اللوحة الإرشادية وحبيبي انتيك حبيبي لازم الفوهة النيزكية لمادنا مرحبا بكم في مادنا حاسد اللعة الفوهة النيزكية بحاسد اللعة والوحيدة تقدر تقول الوحيدة في الجزائر مانيش متأكد من المعلومة ولكن
اعتقد انها الوحيده. شوفوا 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 هذا المكان. شوفوا 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 شوف. الفوهه النيزكيه لمدنا. على بلاصه اللي عرف الفوهه النيزكيه لمدنا. وقت اكتشفوها هذه اكتشفوها قالك في 1928 من طرف مش عارف عالم واحد كان فرنسي جول في هذه المنطقة وشاف باللي المكان هذا راه غير طبيعي. أيوة بعد ما قاموا بالأبحاث اكتشفوا أنه الفوهة النيزكية هذه في النيزك طاح تقسم على زوج، كي جاي طايح في السماء تقسم على زوج، نصف طاح هنا في مدينة حاسد الله علي تابعة لولاية الأغواط في الجنوب الجزائري، والنصف الآخر وين سقط في أمريكا. سبحان الله. شوف المنطقة واحد كان متمني أنه يجي لهذا المكان، والحمد لله رب يكتب الخطوات وجاء زار مدنة في الولاية تاعي أول مرة نزورها. معناها الرحلة هذه كانت تقدر تقول على وشك الفشل، بصح الحمد لله ربي يكتب الحمد لله. مع اللي متوخرين شوية القيد ما لقيناش اللي يرشدنا للبلاصة، والحمد لله في آخر المطاف لقينا السي البشير وسي عباس ربي يحفظهم ويرعاهم إن شاء الله، سهلوا لنا المهمة. يلا قالك ما نصعبوهاش، سهلها تسهل، والحمد لله كما كان الحال جينا وعملنا جولة. عندك كاينه حاجه، المنطقه اللي رانا فيها راها منطقه صحراويه وجافه، بصح واش كاين الببوش ولا الحلزون هذا راه كاين بقوه هنايا. معناها في وقت من الاوقات المنطقه هذه كانت مخضره اخضرار غير طبيعي، وللاسف الشديد هذا الرمث. يا سيدي عندي مده ما لقيتش الرمث اخضر كيما هاك، الحالة جفاف كبير راه ضارب المنطقة هذه، وكنحاولوا نهبطوا لهيه ان شاء الله. الفوهة هذه راها كانت اعمق من هاك في القديم، عندها الاف السنين هذه الفوهة النيزكية. الفوهة هذه عندها الاف السنين، وبفعل الاطربة هذه راها تهبط هنا وتساقط الامطار تهبط التربة، هاي طلعت ما ولاش غارقة بزاف كما راكم تشوفوا. هاي طلعت هاي كاينه ضايه لهي درك هنايا ولات كاينه ضايه. ايوه هنا تحسها انها منخفض فقط ما كان والو، وفي الحقيقه انه نيزك سقط في هذا المكان. يا رجل يهديك ربي، يا رجل يهديك ربي. شوف القمرة يلهيها الله يبارك ما شاء الله. راه السي البشير يحوس على الريزو الفوق هنا، لا ريزو لا شو ما كانش. يا طفل يهديك ربي الريح ما تسارع. السيارة راها وين؟ راها في ديك البلاصة عند اللوحة الإرشادية، وحنا ورانا رانا قريب المنتصف تاع الفوهة النيزكية. سي البشير راها وين؟ راه بشير وعباس من هيه والجماعة المستوية ها هي وين؟ ورانا نمشي ورانا نحاولوا نوصلوا للمنتصف، منتصف الفوهة النيزكية. توفيق واش راك لقطت؟ كتشوف تزيد تخير منهم شويه حجر. ايه هو الحجر الكبريتي هذا هو عقيق.
متواجدين تقدر تقول في قلب الفوهة النيزكي. راه وين توفيق من هيه السيارة راها وين من هيه الفوق، وحنا رانا متواجدين في هذا المكان. الشمس كما راكم تشوفوا ما بقالهاش، ودغيا تزيد تهبط لتحت تبان البلاصة مليح. هذه كي يجي المطر ان شاء الله بربي وتهبط تولي جنة البلاصة. الله يبارك، معناها هي كان العمق نتاع الفوهة هذه كان اعمق منها 200 راه يقول سليمين 200 متر وكانت اعمق منها، وبدات الأتربة عندك تهبط هنا بشوي بشوي بدات تطلع او نقص العمق نتاعها. دوك نشوفوا البلاصة والله مرة ما شفتش ضايع كيما هاك. تحشيش للمايا وعقب للمايا. ايه للمايا ايه هادي ماري راك تقول ما دي ماريتش. وراك اسم مصطفى اليوم رانا في مادنا في منطقة مادنا. تاريخ اليوم؟ تاريخ اليوم مانيش قابض، المهم اللي هي براها تشابه صحيح اللي راني قابضها اليوم الاربعاء. يوم الخميس الاربعاء 4 جانفي. 4 جانفي. 4 جانفي 2022. 2023. ايه 4 جانفي، سما عندنا 4 ايام في السنة الجديدة. ايه. 4 ايام في السنة الجديدة، رانا في 4 جانفي 2023. 2023. رانا في منطقة مادنا اللي فيها الفوهة النيزكية. يقال بأنه هذه الفوهة النيزكية نتجت عن سقوط نيزك وانقسم إلى شطرين. الشطر الأول سقط في مدينة حاسي الدلاع، بقرب من مدينة حاسي الدلاع، حوالي 50 إلى 60 كيلومتر على مدينة حاسي الدلاع في ولاية الأغواط، وشكل هذه الفوهة النيزكية منذ ألاف السنين. ما عنديش التاريخ بالتحديد ولكن عنده ألاف السنين. والجزء الآخر سقط في أمريكا، في الولايات المتحدة الأمريكية. السؤال اللي يطرح نفسه بالإلحاح الآن هو هذه المركبة اللي رانا فيها. اللي يعرف لي المركبة اللي رانا فيها يكتب لي تحت في الكومنتات وش من المركبة رانا فيها الآن. بقايا مركبة، هي ماهيش مركبة على كل حال. هذه المركبة في وقت من الأوقات كانت مدينة حاسي الدلاعة تشتهر بهذه المركبة. على بالي من اللي عرفته، يلا اكتبوا لي في الكومنتات تحت وش هي هذه المركبة. بطنا على مقبره ثانيه قدامنا. احنا رايحين نطلعوا الفوق راس الجدر، هذه الضايه اللي كنا فيها وراح توفيق اخويا جاي من هيك، والسياره راها وين من هيك.